هقول لك شيء سر في اذنك، اياك بس اذنك ما تكونش معاك وسمعان، خلي بالك انت سر في الميكروفون، خلي بالك احنا اصلنا كعرب كده ما شاء الله علينا. الزوجة حتى وان كانت من بيت ثراء، لو انت متزوج بنت الملياردير رقم واحد في مجلة فوربس، تمام، تحب منك العطية. انت فاهم وانا فاهم وانت عامل مش فاهم، تحب ان تهديها، هي كده بطبيعتها. عارف لو موظفة وابتليت بالوظيفة وليها راتب، تحب برضو ان ترى ايه يعني، ما هو انت عندك الدرهم والدينار والدولار واليورو، يعني اول ما تتلقفه كده والشيك تحطه في الخزنة في البيت ولا في البنك ولا في المصرف، دول ادخل لقد تعبت في التنقل بين ايادي كثيرة لن ترى النور الى يوم القيامة. لا حلال، ما نحبش هذا الاصراف. اصرف يا رجل، انفق خير ما تنفقه درهم انفقته على اهلك.